متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي ما زالت تشير إلى أن القطاع الغربي من المملكة لا سيما المرتفعات الجبلية ما زالت تحت تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، حيث نلاحظ تشكلت سحب ركامية رعدية على طول الواجهة الغربية من المملكة، شملت مرتفعات جنوب غرب المملكة، بعض المرتفعات الوسطى وأجزاء من المرتفعات الشمالية من المملكة. خلال ال 24 ساعة القادمة يتوقع بمشيئة الله تعالى خلال ساعات نهار يوم غد الجمعة أن تعود وتنشط السحب الركامية الرعدية الممطرة على طول الواجهة الغربية بمشيئة الله تعالى. هذه الليلة طبعا تتراجع فرص هطول الأمطار كما هو معتاد لحالات عدم الاستقرار الجوي. غدا نهارا تنشط هذه السحب الركامية الرعدية على طول الواجهة الغربية، تشمل بعض مرتفعات تبوك وربما لا تصل مدينة تبوك كما كان عليه الحال خلال الأيام الماضية، لكن تكون في المناطق المحيطة، مرتفعات المدينة المنورة، مرتفعات الطائف، بالإضافة إلى بعض المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض غيوم متفرقة، درجة حرارة 27 درجة مئوية والأجواء دافئة بوجه عام. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة غدا في محافظة المملكة، في سكاكا وعرعر أجواء حارة من 40 إلى 27 في سكاكا، في عرعر 41 إلى 28، في تبوك من 41 إلى 28 مع أجواء حارة للغاية. المناطق الغربية من المملكة فرص لبعض الأمطار الرعدية في المدينة المنورة 41 إلى 27، في جدة من 40 إلى 28، في مكة المكرمة من 42 إلى 30 والأجواء حارة للغاية، في حين تكون في الطائف من 31 إلى 21 مع فرص لأمطار رعدية بمشيئة الله تعالى. المناطق الجنوبية الغربية في أبها من 27 إلى 19 مع أمطار رعدية، كذلك أمر هو في الباحة من 27 إلى 21، أما في جازان من 36 إلى 32 درجة مئوية. المناطق الشرقية في الإحساء من 43 إلى 26، في الدمام من 42 إلى 27، كذلك أمر في حفر الباطن والأجواء شديدة الحرارة. المناطق الوسطى في العاصمة الرياض من 41 إلى 28، كذلك أمر في القصيم وفي حائل من 37 إلى 23 درجة مئوية. الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، غدا الجمعة من 41 إلى 28، السبت 41 إلى 29، والأحد من 41 إلى 30 درجة مئوية. فيما إذا صادف طبعا يوم الأحد أول أيام العيد يتوقع أن يكون الطقس حار بوجه عام. غدا الجمعة وقت تحري الهلال سيكون الطقس بوجه عام يعني مستقرا في العديد من المناطق وصافيا، عدا المناطق الغربية التي تتوقع أن تظهر بها العديد وكميات من السحب وفرص الأمطار متوقعة بمشيئة الله تعالى. ننوه الإخوة بأن هناك سيكون تغطية خاصة بما يتعلق بتحري هلال شهر شوال، والذي يتوقع أن أو الذي نودي بأن يكون غدا هو يوم التحري بحسب المحكمة العليا عقب ووقت غروب يوم غدا 29 من رمضان. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.